من كم يوم طلع خبر رسمي لموعد عرض الجزء الخامس من مسلسل لا كاسا دي بابل، والخبر طلع حتى من نتفليكس، مو انه تسريبات، مو انه والله طلع واحد يهبط انه راح ينزل بالشهر الرابع. اساسا خلص الشهر الرابع ما نزل المسلسل، فيعني ما في شائعات في الموضوع. الشيء الصح اللي طلع من نتفليكس انه الموسم الخامس من مسلسل لا كاسا دي بابل راح ينزل في اخر 3 اشهر من 2021، يعني يا بالشهر العاشر يا بال11 يا بال12، هاي الفتره تقريبا راح ينزل عن الموسم الخامس من مسلسل لا كاسا دي بابل. اذا انت داخل على هذا الفيديو لحتى تعرف موعد العرض للموسم الخامس من لا كاسا دي بابل، اتوقع اعطيتك الموعد في طريقه جدا 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 سريعه وما ضيعت لك من وقتك ابدا. لذلك اعطيني لايك وحط لي اشتراك وحط لي كومنت تشكرني فيه على هاي المعلومه السريعه جدا. وبس يعني اذا بدك تكمل الحلقه فيا اهلا ويا سهلا. بدي احكي عن كم شغله بلا كاسا دي بابل، اسباب نجاح هذا المسلسل، وليش نحن كعرب بنحب هذا المسلسل، وليش المسلسل من الاساس كمل للموسم الخامس وكان في عالم كثير عم تقول انه راح يكون في سادس وسابع ومدري ايش. بس طبعا هذا الكلام غلط، المسلسل راح يخلص عند الموسم الخامس. فكمالة الحلقة راح احكي رأيي الشخصي في هذا الموضوع، فاذا بتكون تكملوا يا اهلا وسهلا، ما بتكون تكملوا بتكون كان بس تعرفوا موعد العرض فكمان يا اهلا وسهلا. على راسي من فوق والله كلكم انتوا واحد واحد على راسي من فوق. طيب ليش مسلسل لا كاسا دي بابل هو من اكثر المسلسلات الاسبانيه نجاحا، مو بس عربيا لا عالميا؟ المسلسل من اكثر المسلسلات اللي نجحت في العالم، وفي عالم كثير كناس يعني صارت تطلع تتقدم مع بعضها انه لا كاسا دي بابل من افضل المسلسلات في التاريخ. بيطلع عندك واحد ثاني لا، مسلسل لا كاسا دي بابل مو من افضل المسلسلات في التاريخ. صار في عندنا كثير نقاش في هذا الموضوع. طيب ليش هذا المسلسل الاسباني حقق هذا النجاح؟ على اي اساس حققه؟ خلينا اول شيء نرجع شوي بالزمن لورا ونتذكر اول ما طلع المسلسل ب 2017 تقريبا، بموسم الاول طبعا طلع على نتفليكس. نحن كعرب واجانب حتى شافوا المسلسل، جينا نحن بفكره جدا جميله، في عنا عمليه سرقه، في عنا عمليه اقتحام، وبنفس الوقت عنا عمليه هروب، يعني ثلاث شغلات بشغله وحده. هاي نقطه جدا مهمه، زائد انه في عنا شخصيه البروفيسور، هي شخصيه خلينا نقول من احسن الشخصيات اللي نحن شفناها هون على التلفزيون بكل ما تعنيه الكلمه معنا. انسان جدا قوي من ناحيه كشخصيه، طبعا هو كان اساسا كتمثيل كمان جيد جدا، فرح تترسخ هي الشخصيه بذهنك. فهون صار عندنا نحن قصه جيده، عندنا تمثيل قوي، شخصيات بشكل عام اجوا بفكره انه في عندنا طوكيو، في عنا ريو، في عنا اسماء المدن، هي كمان بتحس انه في عنا شيء رح يسخ هون، يضل هون، يعني ما حيضيع منك المسلسل الى حد ما. ففي كتير شغلات العالم، نحن كعرب، نحن كعالم عم نتفرج على التلفزيون انه اوكي هذا مسلسل جدا جميل بفكرته وكذا، والنقطة الأهم يلي فعلا حببتها في المسلسل هو اللغة الإسبانية، إنه هذا مسلسل إسباني فعليا، يعني أنت وقت تطلع على هذا المسلسل بفكرته وتمثيله ومدري إيش، زائد إنه في عندك عم بيحكي حكي الإسباني اللي نحن كمشاهدين فعلا يعني بآخر كم سنة اكتشفنا هذا الشيء جدا جديد، إنه نحن كعالم ممكن نشوف مسلسلات إسبانية ونستمتع فيها، ممكن نكون أكثر من المسلسلات الأجنبية أساسا اللي بيحكوا إنجليزي، يعني لأنه المسلسل الإسباني كحكي جدا جدا جميل أو الحكي الإسباني فعليا. فهي كلها أسباب أنا برأيي الشخصي خلت العالم تحب هذا المسلسل ويستمر لثالث موسم ورابع موسم وخامس موسم، انه اخذ شعبيه كثير كبيره. وبالذات في عندنا كمان انه موضوع القناع، مثلا في عندنا قناع نحن، هذا كمان شيء جدا جميل انه والله في قناع ولا كاسا دي بابل وقصه ومدري ايش. فبشكل عام صار في عندك انت شيء معين خلاك تحب هذا المسلسل، تتعلق فيه، وخلى نتفليكس تنتج لك موسم ثالث ورابع وهلا الخامس اللي هو الاخير. طبعا من رايي الشخصي نجاح لا كاسا دي بابل واستمراره وخلى العالم يحبه هذا هو السبب. طيب هلا يجي واحد ويقول لي انه اوكي لا كاسا دي بابل العالم كله حبته مدري ايش، بس من بعد الموسم الثالث، يعني الموسم الثالث والرابع وهلا الخامس، نزلت شعبيه المسلسل لدرجه انه صار في عنا عالم مؤيد للمسلسل وعالم جدا معارضه لهذا المسلسل، حتى وصلت انه هذا المسلسل من افشل المسلسلات في التاريخ. طيب انت عم بتقول لي انه وصل لموسم الخامس بسبب استمراريته، انه العالم بتحبه ومدري ايش، طب في عالم كثير بتكرهه، ايش الوضع، ايش التكتيك؟ هون انا ممكن اقول لك نقطه كثير مهمه، الا وهي انه اوكي هذا المسلسل ممكن في عالم بتكرهه كثير، بس لا تنسى انه كره هدول الناس لهذا المسلسل ممكن يكون كمان سبب في نجاحه. هاي نقطة جدا مهمة، يعني انت في عندك اليوم عالم جدا بتحب هذا المسلسل، في عالم بتكره هذا المسلسل، فخلطهم هدول الاثنين بيخلي شعبية للمسلسل، انه كل ما يطلع وكل ما يطلع منه صور، تسريبات، كواليس، اعلانات، يطلع عندك مسلسل ذات نفسه، بتطلع هيك في عالم دائما عم تحكي على هذا المسلسل، سواء عم تحكي عليه في الايجاب، سواء عم تحكي عليه في السلب. ف
مثل ما مثلا هلا على قناة اليوتيوب، اعطيكم هيك مثال سريع، انا على قناة اليوتيوب بيجيني احيانا تعليقات جدا سلبية، التعليقات السلبية فعليا هي شيء ايجابي، انه انت عم تصل للعالم، في عالم بتحبك في عالم ما بتحبك بنفس الوقت، فهذا شيء ايجابي فعليا، يعني انت المسلسل وقت عم ياخذ تعليقات ايجابية هذا بيعني انه هو في له شعبية معينة، يعني الناس اللي بتكرهه كمان بتتفرج عليه، وهذا الشيء بخلي نتفليكس تكمل في الانتاج. انا ما عندي مشكله، بالعكس العالم عم تتفرج على المسلسل سواء كانوا بيحبوه سواء كانوا ما بيحبوه، العالم عم تتفرج، واساسا نسبه العالم اللي بيحبوا لكاسا دي بابيل فعليا ممكن نقول انه هي اكثر من الكارهين، بس انه لسه في كارهين. بنفس الوقت الكره بموضوع المسلسلات احيانا بيساوي المسلسل ايجابي، يعطي نقطه ايجابيه وليست سلبيه اطلاقا، فهذا كمان سبب خلى لكاسا دي بابيل يستمر فعليا. هلا بوجهة نظري الشخصية وبرأيي الشخصي، استمرارية مسلسل لا كازا دي بابيل كانت بسبب انه عم بيجينا ايرادات جدا 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 عالية، يعني اجت نتفليكس على سبيل المثال قعدت هيك انه اوكي انا عم بعمل موسم ثالث وعملت الرابع وهلا بدي اعمل الخامس، والعالم لسه عم تتفرج، انا عم بيجيني ايرادات في الهبل من الدعايات للعالم اللي عم تشترك بس مشان لا كازا دي بابيل، في كتير عالم يعني بيطلعوا هيك انه انا بدي اتفرج على كازا دي بابيل يلا خليني اشترك في نتفليكس بس هالشهر مشان اتفرج على كازا دي بابيل، في كتير عالم هي بتعمل هذا الموضوع اساسا، موضوع الدعايه، موضوع انه العالم دائما عم تحكي عليه، بشكل عام في ايرادات معينه عم تجيهم نسبه المشاهده على نتفليكس، على نتفليكس عم ترتفع بطريقه جنونيه، الموسم الثالث والرابع حققوا نسب مشاهده ولا اكثر من هيك جدا كانت كبيره بسبب انه المسلسل طلع، مثل ما حكيت من النقطه قبل شوي انه في عنا عالم كارهه وفي عنا عالم محب لهذا المسلسل، فموضوع الايرادات جاي، فهذا سبب رئيسي من وجهه نظري الشخصيه انا انه مسلسل لكازا دي بابيل يكمل معنا، ما عندي اي مشكله، يعني طلع نتفليكس هيك قالت انا عم بعمل انتاج الاول والثاني والثالث والرابع، مو الاول والثاني، الثالث والرابع والخامس، ايه العالم عم تعطيني مصاري عم باخذ ايرادات، ايه ليش ما اكمل؟ بيجوا الممثلين على سبيل المثال، ايه طلعنا هيك، ايه والله نتفليكس عم تعطينا رقم جدا قوي، انا عم باخذ شهره كثير كبيره من هذا المسلسل، إيه ليش ما اكمل؟ بالعكس تماما، المنتجين تبع المسلسل وبشكل عام يعني نتفليكس والممثلين وطاقم التصوير وطاقم العمل المخرج الدنيا كلها في مسلسل لا كازا دي بابيل عم بطلع هيك انه انا في عالم عم تتفرج علي، انا عم باخذ ايرادات كثير عاليه، الممثلين عم بياخذوا شهره، المسلسل بشكل عام عم بينتشر، إيه ليش ما نكمل فيه؟ بالعكس تماما خلينا نكمل. وفي نقطه كمان جدا اساسيه، مسلسل باب الحاره رح ارجع اعطي هذا المثال، اعطيته من شيء تقريبا 3 4 شهور وقت عملت كمان حلقه، اعطيت هذا المثال رح ارجع اعطيه لحتى نذكر في هذا الموضوع، انه مسلسل باب الحاره هلا وصلنا على الجزء 11، يعني باب الحاره وصلنا على الجزء 11، ايه طيب المسلسل كتير بايخ، المسلسل كتير تافه، لا تمثيل لا قصة لا مدري ايش، طب ليش المسلسل مكمل؟ ايه طلع هيك عدم مؤاخذة عم بيجيهم مصاري، يعني الممثلين الانتاج التصوير المخرج الدنيا كلها سيناريست الكل ما عندهم اي مشكله يكملوا هذا المسلسل ما دام عم بيجيب لهم مصاري، وقت هن ما يهتموا انه انا والله عم بستفيد كصوره قدامي مرئيه انا حابب هذا الشيء ولا لا، هن ما بهمهم هذا الموضوع، بهمهم انه انا عم بدخل على جيبي مصاري ورح عم تحكي عن هذا المسلسل فما عندي اي مشكله بكمل فيه. فانا بوجهه نظري انه استمراريه لا كاسا دي بابيل كانت من هي النقطه، انه في عن ايرادات كثير عاليه وفي عن عالم عم بيتفرجوا هذا المسلسل، ف كملوا المسلسل وما عندهم كان اي مشكله في هاي النقطه، ولو انه نحن كمشاهدين طبعا ما عاد ناخذ قيمه فنيه من هذا المسلسل، يعني فرجتنا من هذا المسلسل هو لاسباب معينه، انا بحب البروفيسور، انا بحب الاكشن، المشاهد الاخراجيه الاكشناويه الموجوده في المسلسل جميله جدا، جوله كازا دي بابيل انا بحبه على سبيل المثال، فانا لذلك بتفرج على هذا المسلسل وبكمله، بس انه كقيمه فنيه وقت اتفرج على مسلسل والله واو هذا من احسن مسلسلات هاي السنه، ما عاد مسلسل كازا دي بابيل يعطينا هاي القيمه، بس انه هو شيء للتسليه وانا كشخص راح اتفرج على هذا المسلسل لانه فعلا انا كثير متحمس للموسم الخامس لانه في كثير تسريبات من الممثلين من الاخراج من الطاقم العمل يعني بشكل عام طلعوا قالوا انه السيزون الخامس من كازا دي بابيل راح يكون من اكثر السيزونات دمويه وراح يكون الفريق في مخاطر لم يسبق ان قاموا بها، في شغلات معينه قال انه راح يصير حرب شامله في هذا السيزون، فانا كثير متحمس لهذا المسلسل لهذا السيزون طبعا يعني بدي اشوفه اكيد ورح نعمل عنه مراجعه كامله، فاذا حد بتول الحلقه قولوا لي رايك واشتراك واستنوا مراجعه المسلسل او استنوا الموعد الرسمي باليوم وبالشهر وبالتاريخ وبكل شيء رح اعلن عنه بس يطلع فورا من نتفليكس كمان، استنوني رح نتفرج على كل شيء مع بعض، رح نعمل كل شيء مع بعض، اخبار لكازا دي بابيل رح تكون كلها عندي اول باول، حطوا لنا اشتراك وفعلوا زر الجرس كمان لحتى يصلكم كل جديد، اذا عجبتكم الحلقه اشتركوا، تسلموا دور على دعمنا من جديد، شكرا لكم، سلام.